خدمت عندي باند نتاعي نلعبوا موسيقى ياسر مزيانه ومن بعديك حاولت نمزج الشيء هذا بالطب، حاولت اني نمشي خطوات في الميزيكوثيرابي. المريض كي تقرب له وتعزف له باش يعطي فيك ثقه اكثر، باش يحبك اكثر، والثقه هذه باش تخليه يتواصل معك اكثر. دونك هو باش يحكي لك المشاكل نتاعو بطريقه فيها اريحيه للي هو، اللي خلتني بالنسبه لي هو طبيب المفضل.